من الحاجات اللي تسعد قلب كل مصري لما تعرف ان من كل 100 طفل مريض بيدخلوا المستشفى في 70 مريض ربنا بيكتب لهم الشفاء. بيكتب لهم الشفاء في المستشفى بفضل دعواتكم، رعايتكم، دعمكم للمستشفى، وبفضل اداره ناجحه فعلا في المستشفى. ورا ده برضو جهد ما نقدرش ننكره اسمه البحث العلمي. كل اللي اقدر اقوله ان البحث العلمي ثقافه. يا ريت مفهوم البحث العلمي اللي انا شفته النهارده في المستشفى يكون موجود في مراكز طبيه كتيره في مصر وفي جامعاتنا. على الاقل نسبه الشفاء ترتفع من 70 الى اكثر باذن الله. مؤسسه مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم، هدفها الحياه.